بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده تاني فيديو من فيديوهات اليونت 7. الفيديو الأولاني كان عبارة عن تحليل الكلمات، وكان فيه كلمات كتاب المعاصر بالإضافة لكلمات من كتاب A1 بريجر. حبيت إن أنا أديك كده جرعة محترمة شاملة. في الفيديو ده إن شاء الله هو هيكون طويل نوعا ما، ممكن يوصل لـ40 دقيقة. هنحل فيه تمارين كلمات الوحدة السبعة، الدرس الأول والتاني، واحدة بواحدة كده. هتحس إن الدنيا بتتكرر ومفيش جديد عليك كتير. بيقولك diets are most effective. كلمة most يا فندم، احنا متفقين قبل كده ان كلمة most، او لسه هنقول يعني الكلام ده ان شاء الله في الايام الجاية، ان كلمة most لوحدها لما نجيب بعدها صفة فده بيساوي كلمة very اللي بعدها برضو صفة. طب اديني مثال يا عم. اديك مثال يا باشا. لما اقولك مثلا this مثلا type is most important. This type is most important. يعني هذا النوع is very important، يعني مهم جدا. لكن سيادتك يا عم الجميل، لما تلاقي the most وبعدها صفة دي معناها أكثر، الأكثر يعني. على سبيل المثال لما تقول لي the most important فده معناها الأكثر أهمية. يبقى the most important الأكثر أهمية، most important يعني معناها very important. في الجملة دي الراجل بيقول لك This, بقول لك diets are most effective، يعني very effective when a with exercise، لما تجتمع مع التمارين. dealt deal with يتعامل مع، وdeal in يتاجر فيه، prevent يعني يمنع او يحمي، وseparate يعني يفصل، combine يعني يوحد او يجمع. فالدايت بيكون اكثر فاعليه عندما يجتمع مع التمارين. because of his accomplishment. accomplishment يعني انجاز، achievement زيها بالظبط، وfulfillment زيها بالظبط. my father has always been a to my sons. قبل ما احل الجمله دي تعالى بس كده ما اقول لك على حاجه، عايزك تفتكر معايا زي الشاطر كده. احنا قلنا واتفقنا قبل كده زمان ان كلمه انسباير دي ده فيرب بمعنى يلهم. لو احنا قلنا انسبايرد دي عباره عن ادجكتيف ودي معناها ملهم، لكن لو انت قلت لي انسبايرنج فدي برضو ادجكتيف ودي معناها ملهم. ملهم دي تم الهامه، لكن ديت سوري دي اللي هي انسبايرنج اللي هي ملهم، دي معناها يلهم الناس، بيلهم الناس، بيعجب الناس. لكن دي الناس الهموه. فلما اقول لك اي ام انسبايرد يعني انا الناس الهموني. لما اقول لك اي ام انسبايرنج يعني انا الهم الناس واثر على الناس. طيب انتبه معايا بقى الحته دي لكلمه ان انسبايريشن. دي كده ده ناون بمعنى الهام. ولاحظ حضرتك ان انا استخدمت الاو ان هنا لان دي اسم. فممكن اقول لك زي ويل ووز انسبايرنج، يعني زي ويل كان ملهما. انسبايرنج يعني ملهما، يعني بيلهم الناس. او ممكن اقول لك زي ويل ووز ان انسبايريشن، يعني زي ويل ده كان الهاما للناس. طب ارجع كده لجملتك اللطيفة الجميلة وشوف انت عايز تقول لي ايه في الجملة، عشان انت حكيت كتير ولسه احنا بنحل في الجملة التانية يا عم الحاج. طيب الراجل بيقول لك في الجملة هنا بيقول لك because of his، بسبب انجازاته، فابي كان اوان، يبقى انت عايز بعدها اسم فهتقول was an inspiration اللي هي دي. ممكن نشيل الاوان ونقول inspiring. respiration اللي هو نظام respiratory system اللي هو التنفس يعني. hindrance يعني عائق، وبستكل عائق برضو. my uncle is an assistant at the city council، council في مجلس المدينة يعني. فأبويا شغال ايه مساعد، اكيد administrative assistant يعني مساعد اداري يعني، ففي المجلس المدينة. administration للإدارة، وadministrator ده المدير، وadministrate يعني يدير. do not expect to not immediate success، لا تتوقع ابدا انك تعمل ايه في النجاح السريع الفوري، يبقى انك to achieve success. وبالمناسبة ممكن نحط مكانها كلمة realize success، وممكن نحط مكانها obtain success عادي. لكن كلمة immediate يا فندم، immediate دي ممكن نحط مكانها كلمتين تانيين انت خدتهم قبل كده، اللي هي كلمة ايه؟ كلمة instant اللي معناها فوري، اوعى تنساها. يبقى كلمة immediate و instant معناهم فوري هما الاثنين. وبالله عليك ما تخلطش كلمة instant بكلمة constant، عشان كلمة constant دي جات في امتحان قبل كده في ثانوية عامة في القطعة. constant دي معناها continuous يعني مستمر. فالجملة اللي بعد كده حضرتك رقم 5، I was really fascinated، أنا كنت منبهر تماما. The view was، المنظر كان مبهر. طب ما تيجي نترجم impress دي معناها يبهر يعني يعجب، impressive معناها مبهر. طب impression ده الانطباع أو الإبهار،
impressing معناها إبهار أو إعجاب الناس يعني. فالمنظر كان مبهرا يعني was impressive. The project is a real A. لو أنت فاكر في الوحدة تقريبا الثالثة وإحنا بنحل قلت لك إن كلمة real و extreme الناس الاتنين دول حاجة و really extremely extremely دي حاجة تانية. بص يا فندم كلمة real و extreme دول بتجيب بعدهم دايما اسم لأن الكلمتين دول عبارة عن صفة. طب ريلي واكستريملي يا مستر دول ظرف والظرف عايز بعده اسم عايز بعده سوري صفة. طب على سبيل المثال اقول لك مثلا ريل هابينس مثلا السعادة الحقيقية او اقول لك ريلي هابي يعني سعيد حقا. لو انت لاحظت كده بعينك بتأني ان كلمة ريل جبنا بعدها هابينس اللي هي السعادة اللي هي اسم، لكن كلمة ريلي اللي هي الظرف بنجيب بعدها صفة زي كلمة هابي. ارجع لموضوعك تاني كده وشوف الراجل بيقول لك the project is a real A, we have achieved high profits. المشروع كان ايه حقيقيا كان نجاحا يبقى a real success. طيب امال successful يعني ناجح دي adjective succession اللي هي التبعية يعني و successive معناها تابع. which A do successful people share so they can keep making progress. ما الـ A التي يتشارك فيها دائما الأشخاص الناجحون لذا فهم يمكنهم أن يبقوا في تقدم. quantities دي معناها كميات، كواليتي معناها صفة فدي صفات، ديميريتس اللي هي العيوب زي عكسها ميريت اللي هو الميزة، وبستقل يعني عقبة. وبالتالي ما هي الصفات التي يتشارك فيها الأشخاص الناجحون؟ ما تنساش إن احنا قلنا قبل كده برضو إن كلمة كواليتي دي معناها الجودة، لكن إيكواليتي دي معناها المساواة بين الرجل والمرأة مثلا، وكان كلمة كوانتيتي دي معناها كمية، وكان عندك كلمة amount اللي برضو كان معناها كمية. وقلنا الاتنين دول بالرغم ان هما من نفس العيلة ان كلمة quantity ممكن يجي بعدها اسم يعد وممكن يجي بعدها اسم لا يعد، لكن amount لازم يكون بعدها اسم لا يعد فقط. ف quantity of box عادي و quantity of sugar، لكن amount of sugar ما ينفعش نقول amount of people مثلا. ركز لي كده الله يكرمك. بيقول لك efficient teachers المدرسين الأكفاء الكفء يعني usually use different strategies بيستخدموا استراتيجيات مختلفة to assess ليقيموا زي كلمة evaluate assess يعني يقيم زي evaluate students at school عشان يقيموا the students achievement اللي هو تحصيل الطلاب داخل المدارس أو مدى إنجاز الطلاب. طبعا replacement يعني بديل، encouragement تشجيع، movement اللي هو التحرك. ما تنساش إن في move in و move into. موف انتو لازم يكون بعدها مفعول لكن موف ان غير مفعول. لما اقول لك مثلا this is the house where او we will move in او move into a new house. the new hotel is very not it has 200 rooms. الفندق ده فيه 200 غرفة وثلاث حمامات سباحة. فالفندق ده كان impressive يعني مبهر، impress يعني يبهر ده الفعل، impressed معناها منبهر متأثر، وامبريشر ده الانطباع نفسه فاكيد الاجابه امبرسيف. تو مي بالنسبه لي سكندري 3 ثالثه ثانوي ودي بالنسبه لي عباره عن تشالنج يعني تحد. اي ورك هارد تو اوفركم اعمل بجد للتغلب علي. بمناسبه التشالنج، التشالنج احنا خدناها في الوحده الاولى في اول كلمتين تشالنج كده ده فيرب بمعنى يتحدى، لكن لو قلنا تشالنج كده دي حضرتك ناون بمعنى تحد. طيب لو انت قلت لي بقى لين جينج دي عبارة عن adjective يعني اسم بمعنى متحد حاجة زي نظام صعب كده. طيب اوعى تستخدم قبلها او ان ابدا الا اذا كان في او ان وبعدين صفة وبعدين اسم. على سبيل المثال انك تقولي مثلا challenging story يعني قصة صعبة، لكن تقولي مثلا this is a challenging بوك يعني هذا كتاب صعب. ركز انا عملت ايه، انا خدت الاو ان هنا عشان خاطر بس حاجه واحده ان انا قدامي صفه وبعدين اسم، لكن ممكن اقول لك this book هذا الكتاب is challenging من غير او ان اطلاقا وتبقى كده الدنيا جميله. ركز ان الكلام ده مش جديد والله العظيم، سمعناه قبل كده في الوحدات اللي فاتت، فما فيش حاجه اعتقد كتير هتسمعها مني جديده في كل الاسئله دي القليل يعني ما فيش حاجه جديده لو انت مذاكر. teenagers المراهقين look forward to يتطلعون الى بعد ING ان يكونوا totally A of their families ان هم يكونوا ايه بقى عن عائلتهم. قبل كده قلنا كلمة dependent معناها اعتمادي on، لكن in دي
been dent بيجي بعدها حرف الجر of. انا قدامي of فانا هاخد independent، ومعنى الجمله ان المراهقون يسعون دائما ان يكونوا مستقلين عن عائلاتهم. طيب your performance ان ادائك has ايه، ادائك عامل فينا ايه، you are really talented، انت موهوب يعني ادائك ابهرنا، اللي هي كلمه يبهر اللي هي impress، impressed بس عشانها ماضي. poets find nature، الشعراء بيجدوا ان الطبيعه ايه، لانها مصدر الالهام عندهم، بيجدوا ان هي inspiring يعني مبهرة، الطبيعة مبهرة. بعد كده الجملة رقم 14 بقول لك I began A at 14 and at 20 I got into boxing. أنا بدأت إيه وأنا عندي 14 سنة، وبعدين في سن ال 20 سنة بدأت أشتغل بوكسينج، يبقى أكيد باور ليفتنج، حمل الأثقال. حمل الأثقال رقم B. value يعني قيمة، ومعناها يقيم أو يقدر. you have to value your father، عليك أن تقدر أبيك. بوليو اللي هو شلل الأطفال، وسندروم اللي هي المتلازمة. As a writer ككاتب نجيب محفوظ found وجد إيه؟ وجد إلهاما، الإلهام اسمه inspiration، وجد إلهاما لرواياته في القصص التي كان يعيشها في المجتمع. طيب بعد كده رقم 16 the great achievements، الإنجازات العظيمة. دكتور زويل ميد، التي قدمها دكتور زويل، ميد إيه young scientists، بتعمل إيه في الشباب، أكيد تلهمه، يلهم يعني inspire، summarize يلخص، وcombine يوحد، وevaluate يقيم. criminals not the authority، authority اللي هي السلطة، بقول لك ان المجرمين بيعملوا ايه في السلطة، المجرم ده بيتعدى على السلطة، بينتهك السلطة، يعني ايه يعني disobey تنفع، وviolate تنفع. طب challenge ال-E-N-G-E تنفع، وdefy تنفع، كل الكلام ده ينفع وزي الفل. وعلى فكرة ما تنساش كمان الحاجة بريك ينفع، كل الناس دي كده ينفع نستخدمها مع السلطة، وبناء على ذلك فحضرتك هتختار زي الشطور كده تشالنج. طب بعد كده رقم 18 سكسس، النجاح، اللايف، النجاح في الحياة is based on، based on يعني قائم على، لكن في كلمة اسمها based in اللي هي قائم او مبني في، based on hard work and، ولكن النجاح في الحياة sorry قائم على العمل الجاد، و determination اللي هو الإصرار العزيمة، deterioration ده اللي هو الدمار، elimination اللي هو eliminate يعني يجتز، يعني دي معناها القضاء على مثلا، aviation اللي هي الملاحة الجوية وكده. the champion was able to، كان البطل قادرا على ان يعمل ايه في إعاقته البدنية، اكيد overcome يتغلب عليها. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم هنا كلمة conquer. you should not the lecture، عليك انك تعمل ايه في المحاضرة، باستخدام قلم وكراسة وكده عشان ما تنساش الملاحظات، يبقى you should paraphrase، تعيد صياغة المحاضرة. you don't have to not، no one can hear us، يا ابني ما حدش سمعنا، ما لاش بقى، ليس لك الحق في ان تهمس، whisper يعني يهمس يعني يتكلم بصوت واطي. successful people are always looking for new not to learn more and develop their skills، الناس الناجحين دايما بيتطلعوا الى الايه الجديد علشان يتعلموا حاجات جديدة كده ويتدلعوا. results نتائج، disadvantages يعني عيوب، obstacles يعني عقبات، opportunities اللي هي الفرص، بيطلعوا للفرص، بيدوروا على الفرص. rehab is not but that hasn't stopped her from overworking out، بقول لك rehab كانت disabled يعني معاقة، لكن ذلك لم يوقفها ولم يمنعها. قل بالك انت في الجملة قلت لي هنا rehab is، عارف لو قلت لي rehab has كنا في الحالة دي هنقول disability، رحاب عندها إعاقة، لكن رحاب هنا بتكون معاقة. طيب he can't move، مش قادر تتحرك. he has a knot problem، عنده مشكلة إيه، بما إنه مش عارف يتحرك يبقى مشكلة بدنية، وبدنية يعني physical. طيب I sent my complaint، بعت الشكوى بتاعتي to the local authority أو counselor، لمجلس أو المجلس المحلي local authority. لو قلنا local authority للسلطات المحلية، local counselor اللي هو الراجل بتاع المجلس المحلي، ماسك المجلس المحلي. طيب لو قلنا city council اللي هو مجلس المدينة. we need to know the new system to see how much we have achieved، احنا محتاجين نعمل ايه في النظام الجديد عشان نعرف حققنا ايه، اكيد evaluate يعني يقيم. I have a cousin who suffers from Down's ايه، انا عندي ابن عمي بيعاني من Down's syndrome، ده كلمة على بعضها كده بمعنى متلازمة داون. I was careful to attend Professor Salama's، أنا كنت حريص أن أحضر الإيه اللي بيعملها البروفيسور سلامة، أكيد lecture المحاضرة. teenagers like it when، بص بقى like it when يعني يحبون عندما،
اقول لك مثلا I like it when my mother cooks me، احب عندما امي تطبخ اللحم. فالمراهقين like it when you، عندما تعمل لهم ايه like grown ups، وكما لو كانوا كبارا وبالغين. يبقى treat يعني معنى كده الجملة بتقول لك ان المراهقين بيحبوا لما تعاملهم كانهم ناضجين وكبار وحلوين وكده. My father is not about football، ابويا ده بيكون ايه للفوتبول يعني، عمره ما بيفوت ولا ماتش. يبقى enthusiastic اللي هو متحمس لكرة القدم. significant يعني مهم او ضروري، male معناها مذكر وfemale معناها مؤنث. I won't go out until I finish the knot in hand، لن اخرج الا بعد ان انتهي من التاسك اللي هي المهمة اللي في اليد. facility دي معناها التسهيلات او تسهيلات زي مثلا المدرسة والكوبري والسيارة والحاجات دي. طيب بوليو اللي هو الشلل، وسندروم اللي هي المتلازمة. I look up to، look up to بتطلع الى ابي يعني هو مثال اعلى يعني. he is my role model، او كان ممكن نقول he is my example، my example برضو مثل اعلى. the first symptoms اول اعراض لايه هي الحمى والصداع وستيف نيك وتصلب بالرقبه، اكيد دي مين اكيد الشلل اللي هو بوليو. giving a needs a lot of careful preparation، اعطاء ليه بيتطلب منك العدد الكثير من الاعداد، اكيد giving presentation ان تقدم عرضا. determination اصرار، opportunity فرصه، championship بطوله. despite her disability برغم اعاقتها، she won the gold، هي فازت بالميداليه الذهبيه في البارالمبيكس. طب ليه مش اولمبيك سمستر؟ دي العاب الاولمبيه للناس العاديين، الناس اللي بيمشي على رجلهم زي الفل، لكن بارالمبيكس للمعاقين. المعاقين اللي هم مين؟ اللي هم ديسيبلد او الهاندي هاندي كيبد، اللي هم المعاقين برضو. وخد بالك هاندي كيبد كانت في امتحان في ترجمه قبل كده في ثانويه عامه، فاحفظها. My father has played not role، أبويا لعب دورا significant يعني دورا بارزا. بالمناسبة كان ممكن نستخدم هنا كلمة remarkable، remarkable يعني بارز برضو. أبويا بيلعب دور بارز أو دور مهم في حياتي. I am all his، أنا كل ملكه. Miss Nadine my secretary، الأبلة نادير ديت اللي هي السكرتيرة بتاعتي. The long report in two pages، عملت إيه في التقرير الطويل؟ خليته صفحتين اتنين بس، يبقى summarized، لخصت. Our city lacks the car parking، إيه المدينة بتاعتنا بينقصها الكار باركينج فاسيليتي اللي هي تسهيلات الجراج اللي نركن فيه السيارة، حاجات كده في المدينة. I think Liverpool will win the knot this year، أعتقد إن ليفربول ستفوز بالإصرار ولا البرزنتيشن العرض التقديم، الأوبورتيونيتي الفرصة، ولا تشامبيون شيب البطولة، هتفوز بالبطولة. He won the knot and became a member of the local council، بقى أصبح عضو في المجلس عشان هو فاز بالفوت التصويت الانتخاب. Sometimes أحيانا بيقول لك احيانا is what enhances او encourages a person، هو ما يشجع الشخص. ركز بقى في الجمله عشان الجمله دي مهمه جدا وفيها ممكن تلخبطك. بيقول لك هو ايه is what، هو ما يشجع الشخص to prove، لكي يثبت انه ليس اقل من الاشخاص العاديين. هو مش اقل من العاديين بالرغم ان هو اكيد معاق يعني معنى كده disability. هيجي واحد يقول لك طب ليه مش رول موديل يا مستر؟ هقول لك يا باشا رول موديل ده عاقل، المفروض ما كناش قلنا از وات، كنا هنقول از هو. انت بتقول لي هنا الشيء، احيانا الاعاقه هي ما، هي الشيء الذي يشجع الناس، لكن كان ممكن اقول لك رول موديل از هو انكريجز، هو من يشجع الناس. طيب يبقى 42 تيك ذيس جوب، خد الوظيفه دي يا ابني يا عمر. ات از، انها فرصه ذات ريرلي افيلبل، قلما تكون متاحه ومتوفره. يبقى الوظيفه دي اوبورتيونيتي فرصه. بعد كده بيقول لك انوت از ا ممبر اوف ا كونسل، عضو في الكونسل، يبقى كونسلر. كونسلر لو عضو مجلس محلي، لكن كونسلر ده المستشار، المستشارين يعني هيئه المستشارين. تشالنج تحدي، ورول موديل يعني نموذج احتذى به. ف 44 نوت از ا جود ايديا اباوت وات يو شود دو، هي فكره جيده عما ينبغي ان تفعل، وما ينبغي ان تكتب، وما ينبغي ان تقول، خصوصا التي جت صدري، التي تاتي اليك فجاه. رول موديل نموذج احتذى به، ده تحدي وده قيمه، اكيد ده الالهام هو اللي بيخليك تكتب. means confident and able to do things by yourself، انك تبقى واثق وقادر على القيام بالاشياء بنفسك. in your own way، بطريقتك الخاصه. without needing help or advice، دون ان تحتاج مساعده او نصيحه من احد، انك تكون انسان independent يعني مستقل. to not is to do two different، انك تعمل حاجتين اتنين في نفس الوقت، يبقى دي combine، انك توحد تجمع بين شيئين مره واحده. بعد كده sometimes that is a means something sorry، الشيء اللي بيكون ايه معناها
making you admire it بيخليك تعجب بيه لان هو جيد جدا. specific يعني معين, independent مستقل, extreme يعني شديد, لكن impressive مبهر, الشيء المبهر بيخليك تعجب بيه. is something that tests strengths هو الشيء اللي بيختبر قوتك ومهارتك وسلطتك وقدرتك. يبقى التحدي اللي بعدها means relating to حاجة معناها علاه علاقة به, the work of managing ليه علاقة بعمل الإدارة بتاعت الشركة والمنظمة. أجلي قبيح impressive يعني مبهر, independent مستقل, أكيد administrative معناها إداري له علاقة بالإدارة. نقطة is something that people may have as a part of their character حاجة بتكون عند الناس كجزء من شخصياتهم. for example courage or intelligence خصوصا أو على سبيل المثال الشجاعة أو الذكاء. ده مين هو؟ التحدي؟ لا مش التحدي, حاجة جزء من شخصيتي خصوصا الذكاء وكده, يبقى دي صفة من صفاتي اللي هي اسمها quality. رقم دي to note is to give a piece of information that is written down somewhere انك تدي معلومة بتكون مكتوبة في مكان معين, يبقى ده اسمه quote الاقتباس, اسمه quote مش كوت. evaluate يقيم, over كما تغلب على, combine يعني واحد او يجمع او يتحد. المينيتستات his hard work عمله الجاد, stands behind يقف خلف the important position الوضع المهم اللي هو حققه, يبقى achieved achieve high position و achieve important position. I have to work hard to achieve the goals I have هنا عند دي عايزك تركز معايا. الأهداف دي احنا ممكن نعمل ست goals انك ايه تضع أهدافا, او ممكن تقول give myself مثلا goals انك الاثنين دول معناهم يحدد أهداف لنفسه. لكن achieve أو realize أو obtain goals دي معناهم يحقق هدف أو أهداف. طب ما تيجي ناخد مثال حي كده, أنت قلت أنا عايز أول حاجة أشتري سيارة, رقم اتنين عايز أشتري منزل, رقم تلاتة عايز مثلا أعمل MA Master's Degree. حلو, أنت كده عملت إيه؟ أنت كده set goals يعني وضعت أهدافها لنفسك. اول ما ربنا كرمك بفلوس واشتريت سياره يبقى انت اتشيفت جول, حققت الهدف الاول. الجمله الثانيه اي هاف تو ورك زي ما قلنا لازم اشتغل باجتهاد عشان احقق الاهداف اللي انا وضعتها, يضع اهدافا سيت جولز او جيف جولز بس جيف ماي سيلف جولز. ذا كواليتيز الخصائص او الصفات التي نمتلكها يبقى وي هاف. اتس بيتر فور تشيلدرن تو ليت ذم من الافضل الاطفال انك تتركهم ذير اون تشويسز ميك تشويسز يعني يقومون بعمل اختياراتهم بانفسهم. Be careful خد بالك otherwise وإلا you will not disease وإلا سوف تصاب بالمرض. يصاب بالمرض يعني catch, ما تنساش إن catch disease يعني يصاب بالمرض, catch a bus يعني يلحق الباص, catch مثلا a ball يعني يمسك الكورة. The most ولما تقول الحاجة دي catchy معناها جذابة تجذب الانتباه زي نظام attractive. The most sociable student not the class vote الطالب الأكثر اجتماعية في الفصل فاز بالفوت التصويت. Fortunately لحسن الحظ I not well in the final exam بحسن الحظ ان انا اديته بشكل جيد يبقى I did well. Do well يعني يؤدي بشكل كويس. Here is a pen and a notebook خد يا ابني معاك كشكولك وقلمك الرصاص او قلمك الجاف. In case you need to take ربما تحتاج ان تدون ملاحظات. تدون ملاحظات دي بقى ركز معايا فيها كده, ممكن نقول make او take الاثنين ينفعوا يعني notes, وممكن نقول write down notes. الناس دي كده معناها يسجل ملاحظات او يدون ملاحظات. فانا في الجمله هنا بقول لك here is a pen and a notebook in case you need to take ايه بقى take down notes او take notes او write down notes. I am to not a presentation اكيد give a presentation يعني يعطي عرضا تقديميا. test number 2 you need to overcome محتاج انك تتغلب على your fear مخاوفك من المرتفعات. كلمة overcome اللي معناها يتغلب على بتساوي conquer يتغلب على. when one is a success عندما يكون الشخص a success يعني ناجحا, ده معناها ان هو مش ان هو not a failure ليس فاشلا. I have achieved nearly all my goals لقد حققت تحقيق تقريبا كل اهدافي. achieve يعني يحقق, عكسها يرسب اللي هي fail, لكنها بتساوي realize وبتساوي reach وبتساوي كمان obtain كل ده كده معناها يحقق اهدافه. He has made an impressive achievement لقد قدم إسهاما نجاحا. impressive يعني مبهرا. كلمة impressive هنا ممكن نحط مكانها admired أعجبه, ولا admirable يعني مثير للإعجاب, ما هو مثير للإعجاب يعني مبهر يبقى admirable.
الميني تيست اللي بعد كده يا فندم نمبر 3. محمد صلاح is the source of، محمد صلاح ده مصدر inspire. تعال نترجم الأول، inspire يعني يلهم، ده verb. inspired معناها ألهم ومعناها ملهم، بس أنا عايز أعمل الفتحة ملهم. طيب التالتة بقى inspiration، ده الإلهام نفسه. محمد صلاح هو مصدر الانسبيريشن الإلهام. محمد صلاح يلهم أو ألهم الماضي، يبقى inspired أو inspires لو أنت عايزها مضارع. محمد صلاح بيلهم الناس، كثير من الناس. طب محمد صلاح يكون، والله يا مستر انا قدامي ايه، حاجه من الاثنين، يبقى ان انا اقول is in inspiring، يعني محمد صلاح بيكون ملهم، او is an inspiration اللي هي معناها محمد صلاح يكون الهاما للناس. انا قدامي هنا محمد صلاح is، يبقى inspiring. طب ليه ما ناخدش inspiration؟ كانت عايزه قبلها يا فندم زي الشاطر انت اكيد عارف an inspiration، وطبعا دي اس فمش معايا. she is a success، وانت عارف ان a success بتساوي successful ناجحة، فa success شلنا الا في الجملة دي فنقول she is successful. she has achieved her goal، حققت نجاح هدفها بنجاح، انا عايز ظرف يبقى successfully. the performance of the team، اداء الفريق الهامنا، الهامنا يبقى impressed صح. impression دي انطباع او الهام. impressive معناها مبهر، impress يعني يلهم. طب يا مستر ليه ما نقولش اداء الفريق يلهمنا؟ ما هو impresses المفروض لان الاداء مفرد. طب ليه ما نقولش اداء الفريق كان مبهرا؟ انت نفسك قلت لي كان، فكان المفروض تقول لي was impressive. تمام. الجمله اللي بعد كده the performance of the team gave a good، ان اداء الفريق اعطى ايه جيد؟ اعطى انطباعا جيدا، يبقى good impression. the performance of the team، اداء الفريق كان مبهر، مبهرا، مبهرا يبقى impressive. good a is good behavior، هي سلوك جيد اكيد. good treatment اللي هي المعامله الجيده، وانت عارف ان كلمه treatment معناها معامله ومعناها علاج نفس المعنى. طيب a child needs to، الطفل يحتاج ان هو يعمل ايه؟ تعال ركز مع بعض بقى. combine يعني واحد، combine برضه يوحد بس ده فعل مفرد وجمع. combination يعني توحيد او جمع، كومبايند دي صفه او فعل في التصريف الثاني. فالطفل يجب ان، تو المصدر يبقى تو كومباين. الطفل يحتاج التوحيد مع الاخرين او التوحد او التجمع يبقى كومبينيشن. after years of his work as a counselor، بعد سنوات من عمله كحد في مجلس المدينه يعني، he developed his valuable skills، طور من مهاراته ايه؟ الاداريه، يبقى administrative skills للمهارات الإدارية. ندخل بعد كده على الميني تيست نمبر 4، مش حاجة هنا 4 بقى. I am enthusiastic، دي بيجي بعدها about دايما. sorrowfully مما أثار حزننا. everything is in some people's lives is measured by، أن كل شيء يقاس ب terms اللي هي يعني الترم الأول والترم الثاني نص السنة يعني، ومعناها مصطلح turn اللي معناها لفة ودور، in turn يعني بدوره. لو أنت قلت لي مصطلح in turn معناها بدوره. طب فاكت حقيقة، advance اللي هو التقدم، sorry advance معناها التقدم اه، وان advance معناها مقدما. طب الراجل بيقول لك في الجملة بقى، بيقول لك ان من المحزن ان كل شيء في حياة الناس اه بيتم احتسابه وفقا لي او بناء على اللي هي in terms of. خد بالك in terms of معناها وفقا لي، على فكرة ممكن تحط مكانها according دينج لي معناها برضو وفقا لي. هي از اي بيرسون، هو شخص ايه؟ نيزر فيري تول، لا طويل ولا قصير، يبقى افريج متوسط. سموكينج ريزلتس ان، يا احنا عرفنا من ريزلت ان، احنا قلنا قبل كده ريزلت ان بتساوي ليد تو بتساوي كوز. بيقول لك ان كلمه ريزلت ان اللي تحتها خط ممكن نحط مكانها اكيد كوز وليد تو. which of the following is used to mean، مين بنستخدمها عشان نقول without help؟ without help دي بتساوي alone، وبتساوي كمان with no help، وبتساوي كمان يعني بتساوي alone، بتساوي with no help، وبتساوي كمان on his own بنفسه. طيب of their own دي معناها ملكهم، طيب on their own معناها بأنفسهم، يبقى احنا خدنا دي. طب رقم 6 many people can combine family care، ناس كتير بتجمع بين رعاية الأسرة و، يبقى combine something
with something، يعني يجمع شيئا بشيء او مع شيء اخر. Many students want to take a medicine. take up معناها يشغل، يشتغل في شغلانه معينه يعني. ما تنساش ان take up معناها يشغل، و take up معناها يشغل مساحه، مالي مكان. لما اقول لك اللابتوب بتاعك takes up the whole table، شغل لي الترابيزه كلها. و take up معناها برضو be interested in. على سبيل المثال I took up swimming for 10 years، يعني انا كنت مهتم بالسباحه لمده 10 سنوات. That's all about this point. ده كل اللي عايز اقولك بالنقطة دي. Let's move. تعالى ننتقل on to، ينتقل إلى اللي بعدها. I find no good reason. وبعدها جملة سليمة، يبقى reason why. أمال إمتى reason for؟ وبعدها ing أو اسم. My grandmother died last year. جدتي ماتت الأسبوع أو السنة اللي فاتت. في عمر بقى، بص معايا بقى، حتة في عمر دي، في عمر رقم واحد ممكن نقول aged، رقم اتنين ممكن نقول at the age of، رقم ثلاثة ممكن نقول when she was. اللي يعجبك من الثلاثة هاتهم وشوف كده الاختيارات قدامك. بيقول لك ايه aged موجودة، at the age of موجودة، يبقى a and b. امال ايه when she is دي؟ لان المفروض انت عايز تقول عندما كان، فتبقى دي was. The two sisters have several things in common، معناها متفقة ومشتبهة. when you take notes، لما تسجل ملاحظات. this means you write some notes down، كنت بقول لك اهو write down نوتس معناها يسجل ملاحظات. كده خلصنا الحمد لله رب العالمين الجزئية دي كلها. ألتقي بكم على خير.